هاي أنا إليان دكتور بي. تابعونا على كل قنوات ستات سبعة وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي لدى ستات سفن أكاديمي لنحكي عن كل الأخبار الصحية اللي بتهمكن، وموضوعنا اليوم هو عن الكورونا، فخليكن معنا. فيروس الكورونا هو مجموعة من الفيروسات اللي بتسبب أمراض مثل الزكام، الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم اللي نعرف بسارس، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية اللي معروفة بميرس. ب 2019 تم اكتشاف نوع جديد من فيروس الكورونا نعرف بكوفيد-19. صحيح هو اكتشف في الصين، ولكن انتشر لعدة دول بالعالم ولحد اليوم عم نعاني منه. هيدا الفيروس بعده كتير جديد ولحد اليوم ما عنا كمية المعلومات الكافية، ولكن منظمة الصحة العالمية المعروفة بـ WHO ومواقع مكافحة الأمراض المعروفة بـ CDC عم تعمل جهدة لمكافحة هيدا المرض واكتشاف أساليب الوقاية والعلاج المناسبة. أما بالنسبة للعوارض فهي ممكن تبين بعد يومين أو حتى بعد 14 يوم، وهي بتتضمن حرارة مرتفعة، سعال جاف أو ناشف، وكتير من الأوقات ضيق تنفس، أوقات كمان أسهال أو مراجعة. العوارض ممكن تتراوح من كتير بسيطة وخفيفة لكتير متقدمة ومؤذية، والدراسات أثبتت إنه كبار السن هن الأكثر شيء معرضين لهيدا الفيروس، خاصة اللي بيعانوا من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو اللي عندهم جهاز مناعة ضعيف. الدراسات أثبتت أنه نسبة الوفيات اللي بتصير أصلاً بسبب ضيق التنفس الشديد والاختناق عم تتراوح من 0.2% للناس اللي عمرها دون 40 سنة، وبتوصل ل 14.8% لكبار السن فوق 80 سنة. ممكن ينتقل هالفيروس من شخص للتاني عبر السعال أو العطس، أو ممكن إذا دقرنا أشياء مصابة، وهذا الشيء بيعني إنه شخص مريض مستعملة أو لمسها، ونرجع نلمس إيدنا على وجهنا، عيوننا، أنفنا أو تمنا، وبهيدي الطريقة منكون لقطنا فيروس كورونا. مشان هيك كتير مهم يضل في مسافة متر بيننا وبين الشخص المريض، وكمان ننتبه شو عم تلمس إيدينا. أكيد عم تسألوا حالكن قديه ممكن هيدا الفيروس يعيش على الأشياء اللي حوالينا، فآخر الدراسات بتقول إنه فيروس كورونا ممكن يعيش فترة بتتراوح من كم ساعة لعدة أيام، وهذا الشيء بيرجع لنوعية المادة، الحرارة، وكمان نسبة الرطوبة. مشان هيك منتوقع إنه مع قدوم فصل الربيع وفصل الصيف الحرارة المرتفعة رح تقدر تحد من انتشار فيروس الكورونا، ولكن هذا الموضوع بعد منه أكيد بحال اتطور الفيروس جينياً. أهم شيء أساليب الوقاية، كيف فينا نتوقع من فيروس كورونا؟ أكيد أهم شيء غسيل الإيدين بالصابون والمي لمدة 20 ثانية وبشكل منتظم، أو استعمال سائل بيحتوي على مادة الكحول بنسبة 60% أقلها. ثانياً مثل ما حكينا عدم الاقتراب من الأشخاص المريضة. ثالثاً تغطية الوجه بهذه الطريقة إذا سعلنا أو عطسنا. رابعاً التأكد من الأكل اللي عم ناكله واللحوم إذا كانت مطبوخة بشكل جيد. وخامساً ننتبه ما نلمس بوجهنا إذا كانت إيدينا منا نظيفة، خاصة أنفنا، تمنا وعيوننا. بالرغم من الدراسات والاكتشافات اللي عم نسمع عنها، بعد ما تم اكتشاف العلاج الأخير والنهائي لفيروس كورونا، ولكن عم بتتم معالجة أعراض المصابين من خلال المعدات الطبية الأولية والعلاجات المتوفرة. أخيراً مشاهدينا انتبهوا على حالكن، ما في داعي للهلع، ولكن الوقاية من الواجب. بآخر الحلقة بقلكن بي هيلثي بي هابي مع دكتور بي.